Ce programme vous est proposé par les laboratoires Frater Razès. ولكن كي نشوفوا الاسباب اغلبها هي عباره عن سوء نمط المعيشه تاعنا. لهذا اليوم نقدم لكم بعض النصائح تفيدكم في مقاومه التعب. اول نصيحه اللي هي ذهبيه هي النوم، النوم الجيد. للاسف كثير مننا اللي ما ينومش اوقات الساعه تاعو يعني اللازمه. لهذا النوم الصحي يساعد بشكل كبير بل رائع لمقاومه التعب. النصيحه الثانيه هو الغذاء. الغذاء كذلك ركيزه مهمه لمقاومه التعب. يكون متنوع وغني، غني بالالياف، غني بالفيتامينات والمعادن. لهذا التنوع في الغذاء شيء مهم لمقاومه التعب. اما ثالثا فهي الرياضه او الحركه. كاين يقول لك الرياضه تعبني، صح تعبك ولكنها نتائج ثمار جدا مهمه. هذا الرياضه ساعدك في اعطاء حيويه ونشاط يقاوم التعب طوال النوم طوال اليوم وطوال الاسبوع. وفي الاخير نقول لكم خليكم بخير بعد ما نذكركم بان الموضوع الجاي هو عباره عن كوليسترول في الدم كيش نهربوه بطريقه طبيعيه. يوم الاثنين ان شاء الله كما تعودنا. السلام عليكم.